صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج شمس البحرين. صباحكم يوم جديد، دعونا نجعل هذا الصباح بداية مليئة بالتفاؤل والنشاط. والحين خلونا ننطلق بالعناوين. نبدأ أولى فقراتنا مع ضيفتنا اليوم اللي كانت جزء من حدث رياضي ضخم على مستوى دولي، وهي الأستاذة وفاء الجزاف رئيسة لجنة المتطوعين في حفل افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية اللي أقيمت بكل نجاح بفضل جهود المتطوعين، واللي بتكلمنا عن تفاصيل التنظيم وأهمية العمل التطوعي في إنجاح هذا النوع من الفعاليات. لكن قبلها بنتابع معاكم مشاهدينا لقطات من حفل الافتتاح. مشاهدينا تابعنا معكم هذه اللقطات المتنوعة من حفل افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية اللي تقام حاليا على أرض مملكة البحرين. بنتكلم عن دور المتطوعين في تنظيم هذا الحدث المتميز مع الأستاذة وفاء الجزاف. صباحك الله بالخير أستاذة وفاء. صباح النور والسرور أختي عبير. بداية أبارك لكم نجاحكم في تنظيم حفل الافتتاح، ما شاء الله جهودكم واضحة ومميزة. كلمينا عن شلون تم اختيار المتطوعين في حفل افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية؟ طبعا للأمانة هو مو فقط لحفل الافتتاح، المتطوعين تم اختيارهم للدورة كاملة، خضعوا لبرامج تدريبية وورش تطوعية وبرامج يعني تهمهم في يعني وصولهم لهذه الحدث. لجنة المتطوعين تقريبا ابتدت قبل اللجان كلها، مسكنا لجنة التطوع قبل سنتين في الإعلان الرسمي عن هذه الدورة، وفتحنا باب التسجيل وابتدينا العمل الفعلي للدورة تقريبا قبل 3 شهور بالانتظام في العمل. يعني كانوا موجودين معانا من شهر جون لغاية اليوم، يوم بيوم، برنامج برنامج، فعالية فعالية، والحمد لله يعني ابتديناها بالافتتاح ومستمرين إن شاء الله لآخر يوم في الدورة. طيب يعني أستاذة وفاء، تنظيم حدث ضخم مثل هذا الحدث احتجتوا أكيد عدد كبير من المتطوعين، كم كان عددهم وشلون قدرتوا توزعون المهام بينهم؟ الله يسلمك. العدد اللي دخل في المنصة الوطنية للتطوع اللي هي تحت إشراف مجلس الوزراء كان يفوق 1500 متطوع. ابتدينا في حصر الأعداد
عمل المقابلات الشخصية لجميع المتطوعين اللي تسجلوا في هذه المنصة. العدد اللي صفينا عليه بعد المقابلات الشخصية والأمور اللي حطيناها فيهم 1174 متطوع. ال 1174 متطوع وزعناهم على حسب اللجان التنفيذية، على حسب الألعاب الرياضية المتواجدة في هذه الدورة، والحمد لله وما زلنا لغاية اليوم نستلم ناس تحت يعني حابة أنها تدش وتتطوع معنا في هذه الدورة. طيب شنو أبرز التحديات اللي واجهتوها في تنظيم المتطوعين؟ هي ما في تحديات كثيرة، الشباب البحريني والبحرينيين شغوفين بالتطوع. لو نطلب 10 متطوعين في فعالية واحدة يجونا 50، فالحمد لله ما في تحديات كبيرة في ظل التوجيهات اللي قاعدين نحصلها والدعم اللي نحصله من رئيس اللجنة التنفيذية ومن متابعة دائمة من سمو الشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد، والرعاية الملكية اللي حصلناها من جلالة الملك على هذه الدورة خلت المتطوعين يسهلون كل الأمور. يعني في أي وقت تحتاجين أي متطوع يحضرون، جميل، في أي وقت تتكلمين أنا أحتاج عدد هالكثر يونج أكثر من العدد، فالحمد لله ما في تحديات ولا في شيء، بالعكس سهالات وكل الأمور طيبة والحمد لله. طيب شلون شفتي استجابتهم وتفاعلهم مع ضيوف الدوليين؟ إحنا دائما الأحداث الرياضية تختلف عن الأحداث والأنشطة العادية، فالشباب اللي يتطوع في المجال الرياضي شغوف أنه هو يعني يساعد أي شخص كان، سواء كان لاعب، إداري، مدرب، تلاقينهم موجودين في كل مكان ويتوزعون، ولو ما طلبتي منهم مثلا المساعدة بتلاقينهم موجودين. فالحمد لله شبابنا على طول موجودين، على طول مع مرافقات الوفود، العدد كبير، في دول يعني فوق عددها 450 لاعب، فالمتطوعين متوزعين على هذه الدول وقاعدين يساعدون بشتى الطرق وكل المجالات. طيب كونك رئيسة المتطوعين، يعني وصفي لي شعورهم كونهم جزء من هذا الحدث الرياضي العالمي. أنا ما أبي أشرح شعور المتطوعين، شعوري أنا ما يوصف، فإحنا نحس بسعادة غامرة أن إحنا وقت اللي نكون في المجال التطوعي والعمل التطوعي ما حد فينا يقول أنا ما أقدر أو ما باي، بالعكس الكل مستانس والكل فرحان، وفي ناس ما تطلع يعني أتي من 7 الصبح وتواصل لي 1 و2 في الليل، فأنا شعوري ما يوصف، وبالكم الهائل من المتطوعين الموجودين احنا وايد سعيدين فيهم وفخورين ان كل هذه المتطوعين قاعدين يبذلون قصارى جهدهم في كل وقت واي مكان تشوفين. يعني ممكن ان انت تحسين في لا 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 ما في خلل، موجود في متطوع هني، في 10 هني، فالحمد لله يعني احنا شعورنا ما يوصف، وما بالك هم كمتطوعين، اتوقع ويوهم تبين يعني الابتسامه اللي على طول موجوده مع المتطوعين، نظراتهم حق المساعده وكل هاي الاشياء، أي شيء تحتاج إحنا موجودين، فما يوصف الشعور للأمانة يعني. طيب يعني أستاذة وفاء، في رأيك شنو أهمية العمل التطوعي في إنجاح فعالية بهذا الحجم؟ إحنا دائماً يعني نبي يعني نوصل مفهوم التطوع بشكل الأكبر. هذه الأحداث الرياضية تعرف العالم والناس الخارجية وكل اللي يسأل عن موقع يعني الحدث او موقع البطوله او ايا كان، فالتطوع يعني التطوع يقرص في الناس اللي اتي من برا شنو قدموا المتطوعين، يبين عندهم ترى احنا قاعدين نحصل اشادات من دول كثيره ومن اللجان، هذه التطوع اللي موجود يقرص يعني في كل الشباب الموجودين والمتطوعين واللجنه الكامله مال المتطوعين حب التطوع، حب انهم يعطون اكثر حق البحرين. احنا نفتخر ان البحرين وصلتنا لهذه المكان، فاحنا نعطي كل ما عندنا حق البحرين، احنا المتطوعين جميع المتطوعين سواء كان من رئيس او نائب رئيس او اي متطوع موجود، كلنا وقت البحرين تطلب وجودنا احنا كلنا وراء البحرين ان شاء الله. هل تخططون انكم تستفيدون من هذه التجربه في فعاليات اخرى مستقبليه؟ للامانه هذه الفريق موجود من قبل هذه الحدث وقاعد يكبر على حسب الفعاليات اللي يعني تكون متاحة، فيمكن هذه أكبر فعالية نظمناها على مستوى البحرين بعدد كبير، ولكن الفريق موجود من أول ويستمر، وإن شاء الله بعد هذه الحدث عندنا على طول وراء حدث ثاني، فإحنا مستمرين وموجودين لكل الأحداث الرياضية، وأي أحد يحتاج أي فريق تطوعي
احنا جاهزين ان شاء الله. جميل جدا. طيب نصيحة تقدمينها للشباب اللي حابين انهم يتطوعون في مثل هذه الفعاليات سواء الدولية او المحلية؟ احنا نقول الباب مفتوح للجميع، اي شخص يشوف روحه انه حاب انه يتطوع لا يتردد في اي لحظة، ممكن يتواصل مع جميع القنوات اللي موجودة اللي تقدم البرامج التطوعية للشباب وللرياضة وخصوصا المجال الرياضي. فشبابنا البحريني احنا محتاجينكم، نحتاج وجودكم في كل هذه الفعاليات، ونتمنى ان العدد يكبر وان شاء الله تشوفون يعني نجاح هذه الفعاليات بالمتطوعين مالها. فاحنا نرحب باي متطوع يبي ينضم للفريق، بالعكس احنا نتشرف فيه. واحنا فخورين فيكم استاذة وفاء، وفخورين بالفريق، وفخورين بتنظيمكم لهذا الحدث العالمي، واتمنى لكم التوفيق. شكرا على حضورك معنا اليوم. شكرا، ما قصرتي، الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل قصير وراجعين نكمل فقراتنا. مشاهدينا، حقق لاعب فريق وزارة الداخلية للقوة البدنية الرائد عبد الله عبد الوهاب سالمين المركز الثالث في فئة وزن تحت 140 كيلو خلال مشاركته في بطولة أرنولد كلاسيك الأوروبية التي أقيمت فعالياتها في مملكة أسبانيا خلال الفترة من 11 إلى 13 من شهر أكتوبر الجاري. كما حقق العريف دعي علي محمد المركز الثالث في فئة وزن تحت 95 كيلو خلال مشاركته ضمن منتخب البحرين في بطولة كأس العالم لأقوى رجل، والتي أقيمت فعالياتها في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري. مشاهدينا أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الرائد عبد الله عبد الوهاب سالمين من الاتحاد الرياضي للأمن العام ومسؤول مكتب منتخبات وزارة الداخلية، والعريف دعي علي محمد من الاتحاد الرياضي للأمن العام. صباحكم الله بالخير. أبارك لكم المراكز المتقدمة اللي حققتوها، وأبدأ معاك الرائد عبد الله، كلمنا عن أهمية هذا الإنجاز وشنو راح يضيفه في رصيد إنجازات وزارة الداخلية الرياضية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكور على اللقاء، حبينا نصبح على المشاهدين. طبعا الإنجاز ما تحقق إلا بدعم سيدي معالي وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة ورئيس أمن العام سيدي طارق الحسن، والحمد لله رب العالمين توفقنا حققنا الإنجاز، وإن شاء الله تكون لنا انطلاقة إن شاء الله بإذن الله. طبعا تستحقون هذه المراكز المتقدمة. انتقل لك العريف دعي، ما هي نتائج الدعم والتحفيز لفريق وزارة الداخلية للقوى البدنية لتحقيق هذه الإنجازات الرياضية؟ هذه أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي الانجاز الحمد لله من فضل رب العالمين، الحمد لله وزاره الداخليه ما قصت ويانا، والشكر لوزير الداخليه راشد بن عبد الله ال خليفه على التمييز للفريق وزاره الداخليه، كل شكر لهم لوزاره الداخليه. الرائد عبد الله، كلمنا عن الاداء المتميز اللي قدمته واللي انعكس على الكفاءه والاستعداد والجاهزيه لمثل هذه البطولات. والله هو شيء الحمد لله رب العالمين. شوف بطولة عالم كأول بطولة لي شخصيا، يعني الحمد لله رب العالمين رحت بطولة آسيا دول الخليج ورحت بطولة العالم، فيوم أروح ما كنت يعني متوقع حتى أن بحصل مركز للأمانة. فالحمد لله رب العالمين توفقت، أدائي ما وصلت لمرحلة اللي هو 100%، بس الحمد لله رب العالمين. أهم شيء الميدالية ورفعنا علم المملكة أهم شيء. زين شلون استعدت حق هذه البطولة؟ والله استعدت لها نفس أي بطولة. يعني هل احتاج تمارين أكثر لتدريبات أكثر؟ لا، نفس أي بطولة. اللهم شوفي هاي بطولة عالم لازم يكون فيها تركيز، لازم شوي وقت الوقت يفرق شوي، من ناحية احنا نلعب هناك في البطولة الصبح، أنا لين باي أتمرن هني في البحرين أتمرن العصر. فهاي الوقت أبعد له بحكم العمل ما عمل. فالحمد لله بديت أتأقلم قبل بطولة تقريبا بأسبوع، وهاي اللي شوي فرق عن باقي البطولات، أما الباقي يعني كأي بطولة.
جميلة، بنواصل حديثنا معكم ولكن مشاهدينا بنطلع فاصل وراجعين. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، بنواصل حديثنا مع ضيوفي في الاستوديو. برجع لك العريف دعي، لما تروح اي بطوله شنو الهدف اللي تحطه في بالك؟ الهدف اني انا احصل المركز الاول واشرف مملكه البحرين. يعني في بالك دايركت الهدف الاول؟ اي نعم. يعني مو في بالك والله ان لازم افوز وخلاص؟ لا لازم، حتى لو احقق اي مركز لازم المركز الاول. ابي مركز الاول احسن اشرف مملكتي عزيزه. طيب كلمنا عن تحقيقك المركز الثالث في فئه وزن تحت 95 كيلو ضمن مشاركتك في بطوله كاس العالم لاقوى رجل. طبعا البطوله كانت على شكل يومين. احنا تقريبا لعبنا 20 شخص، سوينا تصفيات، فالتصفية الأولى حق اليوم الثاني كنا 6، وكانت البطولة حدها قوية، كانت على شاطئ البحر، يعني كانت بطولة ما شاء الله قوية يعني. طيب رائد عبد الله، شنو تمثل لك مواجهة المنافسين في فئة وزن تحت 140 كيلو؟ والله شوف المنافسة كانت وايد شرسة. لأمانة مثل ما خبرتك من ساعة لعبت بطولة آسيا، بطولة الخليج، الحمد لله رب العالمين، الله وفقني بطولة آسيا طبعا، حققت المركز الأول وحققت ريكورد آسيوي. فانتقالي حق بطولة عالم، وهذه أول بطولة عالم أنا أروح لها، فأنا مر من المنافسين اللي بلعب وياهم، مر شنو أرقامهم. طبعا احنا نوضح حق المشاهدين، لعباتنا القوة البدنية تكون من 3 ألعاب اللي هي السكوات والديدليفت والبنج بريس، واسمها باور ليفتنج، يمكن ما عندهم أي خلفية عنها. فرحت هناك اول ما وصلت اطالع اجسام غير، يعني طالعين انت بحجم يمكن عود دبل حجمي للامانه، فشفتهم طالع اقول هاي اجسامهم غير وبروفيشنال، يعني يبين الواحد من مشيته يبين لا هذه بروفيشنال. يعني انت رحت ما عندك اي تصور عن اللاعبين ولا المنافسين؟ اول بطوله عالم انا اروحها. وللعلم انا اللي اخذ علي اول هاي 7 مرات بطل عالم ما شاء الله، عمره 55 سنة. ايش حسيت وقتها يوم شفته؟ انا شفته شو ذي سامع عنه، فشفته للامانه يعني عادي طلعني يمكن ما يفهم ايش قاعد اقول، بس للامانه الريال يعني محترم. يعني وانا هناك كنت بروحي يعني في البطوله، فتم كله معي يساعدني، فذي اعطاني دافع انه بطل عالم واقف وياك يساعدك. عرفتي احنا في ناس يعني يوصل بطل عالم طلعين غرور وكبرياء فيه، اي بس هذا الشخص لا، اعطاني دافع هني مثل ما تقولين انطلقت في البطوله نفسها. فالحمد لله رب العالمين توفقت، يعني خصوصا المركز الثاني اقدر اغلبه، بس كان شوي ظروف البطوله ما ساعدت. تشوفين تسخينهم طالعين، مثلا معداتهم طالعين، في فرق للامانه نكون واقعيين يعني في فرق، بس الحمد لله رب العالمين. البحرين اللي يروح مكان يبصم، اي اكيد يبصم، واهم شيء شنو يرفع على مديره وسلامت الله. احنا حصلنا دافع، خصوصا الحين من قبل تقريبا 3 شهور أو 4 شهور سمو الشيخ ناصر بن حمد حقق المركز الاول في سباق القدره، وللمره الثانيه هذا الشيء اعطانا انطلاقه صحيح للامانه. فانت شلون ما تنجز؟ لا تنجز، ترفع على مديره. فالحمد لله رب العالمين، إذا تخلي هالشيء في بالك الله يوافقك. صحيح أكيد. طيب العريف دعي، عندك خطط عشان تطور مهاراتك وتحسن أدائك في البطولات القادمة؟ إيه نعم. إن شاء الله بنحط على روحنا في التمارين وبنزيد التمارين إن شاء الله للاحترافية إن شاء الله. طيب شنو البطولات القادمة اللي ناوي تشارك فيها؟ بطولة في أمريكا، بطولة في لوس أنجلوس ان شاء الله سترونج مان، وان شاء الله نكون مشرفين للدوله ان شاء الله. وفي بالك المراكز الاولى طبعا باذن الله ان شاء الله. طيب الرائد عبد الله، شنو الاستراتيجيات اللي اتبعتها او تتبعها خلال فتره الاعداد للبطوله؟ والله مثل ما وضحت لك من البدايه، يعني انا اي بطوله اروحها ادارها نفس اي بطوله. اللهم هني الحين شوي انا بطوله اسيا حققت الريكورد الاسيوي وحققت الكارت كارت الاحتراف،
فمن عقب هالنقله ورحت بطولات العالم والحمد لله الله وفقني مركز ثالث، بس انا اعتبر روحي للحين مبتدئ للامانه، يعني الحين ما دشيت جو بطل او تقول انت بطل، لا للحين توك بدايه المشوار. فحين حطيت لي مدرب على مستوى عالي راسم لي خطه، الحين حاليا عقب تقريبا 14 يوم راح اشارك بطوله العالم بعد في تايلاند ان شاء الله تاريخ 9/11، هالمره نطمح حق الاول ان شاء الله. ان شاء الله. ونفس الشيء مثل ما قلت لك استراتيجي نفس اي بطوله نفس التمارين، يعني تقريبا يختلف شوي التمارين عن التمارين طبعا لان غيرت المدرب، بس النظام الغذائي النوم خبره، احنا اهل عندنا ونوجه لهم تحيه حق اهلي يعني اللي صبروا علي خصوصا زوجتي. احنا بعد صراحه نوجه لهم تحيه وتحيتنا لكم، واحنا فخورين فيكم وفخورين بهذه الانجازات ونتمنى لكم التوفيق والبطولات القادمه اللي تشاركون فيها، اكيد نطمح بالمراكز الاولى وترجعون رافعين راسنا ورافعين اسم مملكه البحرين في العالي دوم. انتم مشكورين وما قصرتوا على الاستضافه صراحه، هاي شيء انتم تحسونه يمكن شيء عادي بس بالنسبه لنا شيء كبير للامانه. شكرا على حضوركم. وما قصرتوا. شكرا لكم وشكرا على حضوركم معنا اليوم. مشاهدينا كلنا نعرف أن الحب والترابط شيء طبيعي بين الزوجين، لكن لما يتحول هذا الحب إلى تعلق خانق هني تبدأ المشاكل. بنتناقش في هذا الموضوع اليوم ضمن فقرة آدم وحواء، ولكن بعد هذا التقرير. التعلق المرضي هو أن يكون لدى الشخص شعور مبالغ فيه بالتعلق بالأشخاص المهمين في حياته أو بشريكه العاطفي، ما يجعله يشعر برغبة شديدة في القرب من المحبوب، سواء الأم في الطفولة أو الزوج أو الزوجة. وإذا شعر بالابتعاد العاطفي من قبل الآخر، فإنه يشعر بقلق وتوتر تجعله ينتقد بشدة الآخر لأنه غير مهتم به وغير مبالي وغير حاضر، وغيرها من الانتقادات التي تجعل الآخر يبتعد بالفعل، خصوصا إذا كان نمط التعلق لديه هو التعلق التجنبي. أنواع التعلق: التعلق الآمن، وهو الحب الذي يتمنى كل شخص الحصول عليه. التعلق التجنبي، والذي يخشى فيه الشخص الحب ويتجنبه. التعلق المرضي أو الحب الخانق، الذي يدخل فيه الشك، التفتيش، القلق من فقدان المحبوب. أعراض التعلق المرضي: عدم الثقة في الطرف الآخر وفي مدى استجابته له ولرغباته، ما يجعله دائماً يشكك في نوايا الطرف الآخر حتى وإن أراد مساعدته. يظهر عليه الانزعاج إذا شعر بالابتعاد العاطفي للآخر وانسحابه أو عدم اهتمامه به، بحيث قد ينتهي الموضوع إلى السب والشتم وأحياناً الضرب. غالباً ما يشعر بعدم الرضا عن علاقته العاطفية سواء مع شريك حياته أو والدي أو أبنائه، لذلك غالباً ما يتذمر منهم ويشكو من عدم استمتاعه من وجوده مع هؤلاء الأشخاص المهمين بالنسبة له. لا يصدق أنه يستحق الحب، وفي قرارة نفسه يشعر أنه غير جدير وغير مستحق للحب، لذلك يشك في حب شخص آخر له. بنتعمق في تفاصيل موضوع التعلق المرضي بين الزوجين وفهم أسبابه وتأثيراته على الحياة الزوجية مع المستشارة الأسرية الأستاذة هنوف السردي. صبحك الله بالخير. صباح النور عزيزتي، أهلا مرحبا. بداية، شلون نفرق بين الحب الطبيعي والتعلق المرضي بين الزوجين؟ احنا اليوم نطرح موضوع مهم أمانة، وأعتقد يلامس الكثير من الناس. احنا اليوم موضوعنا عن التعلق العاطفي، وهذه أحد أو أبرز المواضيع اللي تشكل عدة مشكلات في حال تواجدها عند شخص معين. احنا اليوم علشان نفرق بين التعلق العاطفي وبين العلاقة العاطفية الصحيحة السليمة، بشكل طبيعي ومنطقي الحب إذا كان مبني على الاحترام ومبني على نسبة معينة من الحب معتدلة،
يعني العلاقة تكون سليمة وصحيحة. صحيح. ولكن في حال استشعار الشخص بمشاعر مبالغ فيها ومشاعر تخرج عن الحد الطبيعي، هني احنا دخلنا في دائرة التعلق. إذا زادت المشاعر عندي وصار في فائض جدا كبير، وصار عندي عدم القدرة على الاستغناء عن الطرف الآخر اللي موجود معي، سواء كان زوج أو زوجة، طفل في الأسرة، الأب والأم، أو صديق معين في حياتي، أو شريك معين، هني احنا ندخل في دائرة التعلق العاطفي، وهني تكون خطيرة نوعا ما. طيب يعني أستاذة، شو اللي يخلي أحد الطرفين يتعلق في الآخر بهذا الشكل؟ هي الأسباب كثيرة عزيزتي عبير، متعددة. يمكن احنا نحصر أسباب معينة، إذا ذكرنا قلة الثقة في النفس هي تؤدي إلى أن شخص يتعلق بآخر، وكأنما هو يشوف الأمل في الحياة ويشوف حياته ضايعة بدون هذا الشخص. بعض الأحيان لبعض الأشخاص في عندهم مشكلات متراكمة منذ الطفولة تؤثر على شخصيتهم في مرحلة النضوج، في مرحلة المراهقة، وتراكمات كبيرة جدا أدت إلى استشعارهم بأنهم وجدوا بر الأمان عند شخص معين، فإحنا نتشبث فيه ونتعلق فيه عشان ما يروح من حياتنا. أيضا في العلاقات الزوجية تحديدا هنالك عدة أسباب للتعلق العاطفي: الخوف من فقدان الشريك، بعض المشكلات الاجتماعية المحيطة، فقدان أشخاص معينين في حياتهم مسبقا، فتتراكم في عقلهم الباطن بعض الأفكار اللي تشكل عندهم صورة بأن ممكن أفقد هذا الزوج في يوم من الأيام عفوا، فلا بد أن أنا أسيطر وأخلي دائرة حوالين نفسي وتمسك في قدر المستطاع. يمكن في نقطة ذكرتها مهمة أستاذة هنوف، في ممكن مشكلة صارت في مرحلة الطفولة، شنو هذه المشكلة لو ممكن توضحينها أكثر؟ المشكلات متعددة في مرحلة الطفولة، ولكن إحنا ممكن نذكر نقطة رئيسية مهمة: إحساس الطفل في مرحلة الطفولة بفقدان الأم أو الأب في هاي الجانب، وجانب آخر ممكن شدة التعلق. يعني عندنا حالتين مختلفين عن بعض. ممكن الطفل نشأ في أسرة متعلق في الأم والأب بشكل جدا كبير وتغذى بحب وبعاطفة وباهتمام، فتصور في عقل الباطن لما يكبر أنه هو رح يلاقي نفس الشخص على نفس الرتم ونفس الروتين. وعندنا حالة ثانية لما الطفل ينشأ في أسرة فاقدة للحب والاحتواء والحنان من قبل الأم ومن قبل الأب، لما يدخل في الحياة الزوجية ويلتقي مع شريك يغذيه بهذا الحب، فتتراكم عنده بعض الأفكار في العقل الباطن بأن أنا ما بي اللي تعرضت له في طفولتي أتعرض له وأنا كبير حاليا، فأتمسك في هذا الشريك وأحافظ على هذا الكيان اللي موجود عندي عشان ما يروح. طيب هل اللي عنده تعلق من أحد الطرفين مثلا يحس بهذا الشيء؟ غالبا لا يشعر الإنسان بهذا الشيء، وممكن لو طرحنا عليه الموضوع أو تكلمنا معاه في الموضوع وقلنا له أنت تعاني من هذا الأمر أو عندك مشكلة في هذا الجانب أو معلق حياتك على هذا الشخص أو ما تستطيع فك هذا التعلق، ممكن يرد علينا بكل بساطة: أنا ما فيني شيء، أنا طبيعي. هو ما يستشعر بهذا الأمر، ولكن المحيطين فيه يستشعرونه، ولكن في شعرة جدا بسيطة أو خيط رفيع. إذا وصل إلى مرحلة التعلق العاطفي المرضي، إذا دخل في التعلق العاطفي المرضي هذه المرحلة الشديدة، هني ممكن يكون عنده ضوء أخضر من بعيد يبين له أنه هو قاعد يدخل في هذه التعلق. طيب متى ممكن يوصل التعلق إلى حالة إلى يكون حالة مرضية والطرف الآخر يبتدي يشتكي من هذه الحالة المرضية؟ هي عادة في العلاقات الزوجية تكون واضحة أكثر، لأن على سبيل المثال لما عندي أنا طفل في عمر 5 سنوات ويكون متعلق تعلق شديد بالأم لدرجة أنه لما بيروح الروضة يمسك في ملابس الأم ويبتدي بالبكاء الشديد، ولما بيروح صف أول ابتدائي على سبيل المثال نشوف أنه ما يقدر يفك هذا التعلق من الأم، متعلق فيها بشكل كبير، وكذلك الأم، هذا طبيعي عند الطفل يكون موجود يعني في سنوات الأولى. لكن في العلاقة الزوجية، احنا نتكلم عن جهة أخرى الحين، العلاقة الزوجية وهي الأخطر والأقوى والأعمق. في العلاقة الزوجية إذا اليوم أنا عندي زوجة لا تستطيع التخلي عن هذا الزوج، وإحنا لازم نوضح هذه الفكرة اليوم، التخلي لا يعني الانفصال، التخلي بمعنى أن بعض التصرفات في حياتي أنا أقدر أقوم فيها وما أستند فيها استناد كامل على الرجل، يعني لازم نفصل بين هذه الأمور. بعض الحالات للأسف عزيزتي عبير عندها تعلق مرضي خطير بالزوج لدرجة أنها هي ما تتخيل حياتها بدون وجود هذا الزوج، وتقولها على العلن أنا يمكن حياتي تنتهي في غيابه. وعندنا أيضا على نقيض آخر الرجل، بعض الرجال عندهم تعلق عاطفي وكبير بالمرأة ويعشق هذه المرأة ولا يتصور حياته بدون هذه المرأة، فهني احنا نوقف مع الحالة
ونقول لهم ان انتم قاعدين تدخلون في دائره التعلق المرضي مو البسيط، التعلق المرضي الشديد اللي ممكن في النهايه يؤدي فيكم الى مشكلات نفسيه، الخوف من الفقدان، ممكن انت تدخل في دائره مع نفسك من البكاء، من جلد الذات، وان انت ما تعرف تتصرف في حياتك. اليوم الطبيعي ان انا اكون محتاجه وجود الزوج، والزوجه ايضا محتاجه وجود الزوج معاها، ولكن نفصل ان احنا في عندنا بعض التصرفات نقدر احنا نسويها بنفسنا، نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي. تواجد هذا الزوج معي ليكمل هذه الحياه الزوجيه وتكون شراكه، ولكن انا اسقط كل حياتي عليه ولا اتخيل اليوم بدونه، هني مشكلة كبيرة جدا. وأحيانا أستاذة هنوف ألاحظ أن أحد الطرفين المتعلق بالآخر يلغي شخصيته، يعني إذا أنا كنت متعلقة بالطرف الآخر أنا في هذه العلاقة ألغي شخصيتي تماما، تمسح الشخصية بالضبط، وأعيش يعني ما أقول لك أعيش بشخصية الطرف الآخر، أخلي الطرف الآخر هو المتحكم فيني، يعني أنا اللي متعمدة أن أنا ألغي شخصيتي وأخليه هو المتحكم فيني والمسيطر، مع أنه هو ممكن يكون ما له رغبة في هذا الشيء. فعلا مثل ما ذكرتي وذكرتي عزيزتي عبير نقطة مهمة جدا. لما أنا اليوم أتعلق بهذا الأمر أو بهذا الزوج اللي موجود عندي، أنا ألغيت شخصيتي، مسحتها تماما. صحيح. وللأسف أنه أنا مسحتها بيدي. يعني مثل ما ذكرتي الزوج يمكن ما يكون عنده رغبة لهذا الأمر، ولكن يشوف تصرفات وأفعال من الطرف الآخر تخلي الشخصية ملغية. فأنت بيدك، هذه أفعال يدك اليوم لما أنت تلغين الشخصية وتعدمينها وتكونين متعلقة في الطرف الآخر لدرجة أنه ما عندك ثقة في نفسك، تمحي حتى الثقة في النفس. صحيح. وتكرسين كل حياتك حق هذا الطرف اللي موجود معك. وأيضا نقطة عزيزتي عبير، الأنانية. نصل إلى مشاعر مخيفة في الأنانية، يصير عندنا تصور ومشاعر أن فقط إحنا نبي نسعد هذا الشخص ونبي نلبي رغباته وطلباته على حساب نفسنا وعلى حساب الآخرين. في عندنا كثير مشاهد حقيقية في المجتمع وحالات كثيرة متنوعة متعددة تمر علينا حتى في مجال الاستشارات الأسرية. نوقف مع الحالة نعطيهم كلمة واحدة بس، اصحي لنفسك أو التفتي حق نفسك أو التفت حق نفسك. يعني رب العالمين ذكرنا إياها، ولنفسك عليك حق. صحيح. فإحنا اليوم شلون نمحي شخصيتنا كلها وما يكون عندنا كيان ولا يكون عندنا شخصية ولا يكون عندنا استقلالية؟ وإحنا اليوم علشان نوصل إلى مرحلة نفرق بين التعلق وبين أن أنا أكون مستقلة أو يكون عندي شخصية، أنا أعطي حقوق للزوج كلها، عفوا أقدم الواجبات المطلوبة علي ولي حقوق أنا كزوجة، بالتالي ما أمحي شخصيتي، وأقدم الحب بقدر معين، الاحترام، الثقة المتبادلة بين الزوجين، العلاقة الزوجية السليمة الصحيحة المتزنة اللي يكون فيها تغذية عاطفية وتغذية نفسية ومعنوية من كل الجوانب ولكن باتزان. كل شيء في الحياة إذا كان على اتزان وعلى خط معين يمشي بطريقة سليمة وصحيحة. كل شيء في الحياة نعطي فيه مقدار عالي من العطاء لا محدود يكون متخلخل، وإحنا ما نبي نرجع بعدين ونقول إحنا عطينا وايد بس ما لقينا مقابل، حرق النفس وجلد الذات. فهذه كلها في النهاية نرجع نقول النقطة الأساسية، لا تنسين شخصيتك أو أنت لا تنسى شخصيتك كزوج، نعطي كل شيء مطلوب في الحياة الزوجية ولكن تبقى شخصياتنا متواجدة. طيب شنو دور الحوار بين الزوجين في حل مشكلات التعلق المرضي؟ الحوار من أجمل الأمور عزيزتي في العلاقة الزوجية وحتى في حياتنا اليومية. صحيح. إحنا يعني من دون الحوار ترى ما نعيش. يعني لو نسأل الإنسان اليوم تقدر تسكت أكثر من ساعتين ثلاث أربع، خصوصا الناس الحيوية المفعمة بالنشاط اللي تحب أنها تتحاور مع الناس اللي حوالينها، ما بالك في العلاقة الزوجية مطلوب بنسبة أكبر وأعلى. فالحوار يساعد على تفريغ المشاعر بين الزوجين، يساعد أيضا على استوضاح المشاكل اللي موجودة بين الزوجين، ممكن نتناقش في مشكلة احنا نعاني منها، هذا اللي احنا اليوم نتكلم عنها، التعلق المرضي الشديد. لو دار الحوار بين الزوجين واكتشفت الزوجة ان هي وايد متعلقة في الزوج او الزوج متعلق فيها بشكل وايد كبير، ممكن من خلال الحوار يتطرقون الى عدة نقاط يضعون حلول قبل حتى اللجوء الى الاستشارة الأسرية. طيب عندي سؤال أنا بالنسبة لي مهم جدا ويمكن بالنسبة للعديد من المشاهدين. أستاذة هنوف، شلون أقدر أفك التعلق المرضي الزوجي بعد الانفصال؟ أستاذة هنوف، إحنا يعني هذا سؤال مهم، يعني ومربط الفرس مثل ما يقولون. فك التعلق يحتاج وقت ويحتاج علاج ويحتاج بالدرجة الأولى، وأنا أكررها بالدرجة الأولى، يحتاج رغبة وإرادة من الشخص وإرادة. مثل ما ذكرتي اليوم موجودة الاستشارة وموجود العلاج النفسي وموجود الدعم الاجتماعي المعنوي وموجودة الاستشارات بشتى الطرق،
ولكن أنت كإنسان عندك استعداد إلى فك هذا التعلق؟ أنت كشخص مستعد إلى حل هذه المشكلة في الحياة؟ إحنا اليوم حتى لو تجينا أي مشكلة في مجال الاستشارات الأسرية، أول شيء نشوفه في الشخص الرغبة. إذا أنت عندك رغبة لحل المشكلة، أنت حليت 50% منها، والخمسين الباقي مع الخطة العلاجية في الاستشارة. ولكن صعب اليوم أنا أفك التعلق من إنسان وأجبر أنه يفك هذا التعلق وهو ما عنده استشعار بأنه هو فعلا قاعد يتعب أو قاعد يخسر أمور معينة في شخصيته. فبالدرجة الأولى رغبة وإرادة وعزيمة عند الشخص بالاعتراف بالمشكلة اللي موجودة عنده، أو خلينا نقول بالاعتراف بالاضطراب اللي موجود في شخصيته. وأنا يعني ما أحب أقول كلمة اضطراب للأمانة، يمكن في ناس تتخوف من هذه الكلمة، فإحنا نبسطها ونقول مشكلة. رقم اثنين، لازم يكون في خطة علاجية، وهذه الخطة العلاجية قائمة بين الحالة وبين المرشد الأسري أو المستشار الأسري في استلامة للمشكلة وفي التعامل معها. لابد أيضا أن إحنا نقوم هذه الفك اللي عنده، نشوف قبل 3 شهور وبعد 3 شهور، بعد مضي سنة وقبل سنة. طبعا يعني في بعض الحالات تأخذ فترة قصيرة في العلاج، وبعض الحالات تأخذ فترة جدا طويلة، وهذا يعتمد أيضا على الشخصية. يعني ممكن عندي شخصين لنفس المشكلة، على سبيل المثال رجلين لمشكلة التعلق العاطفي، ولكن الرجل الأول يحل المشكلة في 6 شهور ويتعالج فيها في 6 شهور، الحالة الأخرى تأخذ على سبيل المثال سنة كاملة. فهي أيضا تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على شخصية الإنسان وقدرته. هل شفتي حالات فعلا قدرت تتجاوز التعلق المرضي؟ يعني في بحر الاستشارات الأسرية، هذا البحر الجميل والعميق واللي دائما وأبدا يعني احنا بشكل يومي نشوف حالات كثيرة في مجال الاستشارات الأسرية، فعلا عزيزي مر علينا الكثير من هذه الحالات، في منها تخطى وتجاوز وقدر فعلا أنه يرجع إلى الاتزان النفسي وإلى الصواب الصحيح في شخصيته، ورجع إنسان طبيعي عنده ثقة مطلقة في نفسه، ويدرك مكنوناته، ويدرك بأنه هو شخص مهم في هذه الحياة، وأن يعني لابد أنه يحافظ على نفسه وعلى كيانه، ويحافظ أيضا على أسرته. ومرت علينا حالات نعاني ونأخذ جهد طويل في أن إحنا نحل هذه المشكلة معهم وفقا للخطة العلاجية الإرشادية، ولكن بالتالي هذه دورنا إحنا اليوم كمستشارين أسريين وكمعالجين نفسيين أيضا في كارير آخر. دورنا اليوم أن إحنا نمسك بيد هذا الإنسان من بعد الله عز وجل، كل شيء في الحياة بتوفيق من الله عز وجل، فنمسك بيده. وأنا عبارة دائما أرددها ودائما أقولها، لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ومن علق قلبه بالله ما ضاع في هذه الحياة. وأنا أقول هذه الجملة بإيمان مطلق بأن فعليا أي إنسان يعلق نفسه مع الله عز وجل ما يضيع. صحيح. لازم نكون مستعدين وجاهزين اليوم في الحياة أن ممكن في أي لحظة من اللحظات نلتفت يمين نلتفت يسار، الأشخاص اللي معانا ما يكونوا موجودين لعدة ظروف. لازم نستعد لهذا الأمر ونعلق قلبنا بالله عز وجل. وجميل أن تكون العلاقة الزوجية علاقة صحية متوازنة، ما يكون فيها تعلق مرضي. يعني حلو أن الواحد يتعلق بالطرف الآخر، ولكن نبتعد عن التعلق المرضي لأنه هو اسمه مرضي في الأساس. فيعني جميلة هي الحياة الزوجية المتوازنة، الحياة اللي فيها شراكة صحية وطبيعية وفيها مشاعر يعني تطير مثل الحمامة. هذه المشاعر الجميلة اللي تكون طبيعية صحيحة سليمة سوية. أنا أعبر عن مشاعري وأعبر عن الحب اللي في قلبي للطرف الآخر، ولكن باتزان. صحيح. إذا زاد عن الحد المطلوب وإذا دخلت أنا في دائرة أن أنا حياتي ما أتخيلها في غياب هذا الشخص، هني في خطوط حمراء مهمة جدا لازم نوقف عندها. صحيح. شكرا على حضورك معنا أستاذة هنوف، استمتعت بالحديث معك. شكرا لكم وسعيدة بهذه الاستضافة الرائعة، كل الشكر. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، في فقرة ازرع خير بنسلط الضوء على مبادرة وهجة الثقافية اللي انطلقت بهدف تعزيز حب القراءة ونشر المعرفة بطرق مبتكرة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. مبادرة وهج الثقافية هي مبادرة شبابية بحرينية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وتمكين المجتمع من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة. تسعى المبادرة إلى تحفيز الشباب على القراءة، تعزيز روح التطوع، وتقديم برامج تطوير ذاتي تدعم الابتكار والإبداع. ومن أبرز أهدافها بناء مجتمع واعي يساهم في التنمية الثقافية والاجتماعية عبر تقديم ورش عمل، أمسيات ثقافية، ومبادرات توعوية.
إسهام وهجة ثقافية يظهر في التفاعل المستمر مع قضايا المجتمع، ما يجعلها منصة تفتح آفاقاً جديدة للشباب البحريني الطموح، وتدعم نشر قيم المعرفة والتعاون المجتمعي. مبادرة وهج بدت صغيرة لكنها كبرت وصارت مصدر إثراء ثقافي لكل الشباب. يسعدنا نرحب برئيس المبادرة زيد أيمن الحديث عن هالمبادرة الملهمة وأهدافها المستقبلية. صباح الخير زيد. صباح النور والسرور، وشكرا على السؤال. شكرا على حضورك معنا اليوم. كلمنا عن البداية أو بداية مبادرة وهج الثقافية. بداية طبعا وهج انطلقت كفكرة لتنظيم الفعاليات الثقافية بشكل أساسي. احنا عندنا في البحرين لله الحمد اهتمام كبير بالجانب الثقافي، ولكن ماخذ المنحة التقليدي بشكل أكبر. فاحنا كمجموعة من الشباب المهتمين بتنظيم الفعاليات ومهتمين بالإطار الثقافي، قلنا ليش ما احنا نسوي شيء مبتكر، شيء جديد، ونحرص على الجودة العالية فيه، بحيث ان احنا نقدر نقدم محتوى ثقافي مميز وفعاليات ثقافيه لمختلف فئات المجتمع. فطبعا بدينا في المبادره في سبتمبر 2022، بدات الفكره بجلسات حواريه طبعا بشكل اساسي، ومن ثم توسعنا لان احنا ننظم الفعاليات للجهات المختلفه، ننظم ورش العمل، ننظم الفعاليات الثقافيه الترفيهيه للجهات المختلفه، والحين ولله الحمد عندنا يعني اكثر من 40 فعاليه سويناها على مدار سنتين. طيب كلمنا عن ابرز الفعاليات اللي تقدمونها. نعم طبعا في وهج عندنا بشكل اساسي جانبين، الجانب الاول اللي هو احنا نسوي الفعاليات بنفسنا من الالف للياء، والجانب الثاني الشراكات مع الجهات المختلفه بحيث ان احنا نؤدي او نقدم الفعاليات بالتعاون معاهم او من خلال ان احنا ننظم لهم الفعاليه كامله. بالنسبه حق الجانب الاول عندنا ثلاث اشياء، عندنا الجلسات الحواريه، عندنا ورش العمل، وعندنا كذلك اللي هي الفعاليات الثقافيه الترفيهيه. بالنسبه حق الجانب اللي احنا نشارك فيه، فاحنا الجهه التي تطلب منا ان احنا ننظم فعاليه، ايا كانت هذه الفعاليه، ان كانت ثقافيه، ان كانت اجتماعيه، ان كانت في جانب الشراكه المجتمعيه، الفعاليات التطوعيه المختلفه، فاحنا ننسق وياهم بما يتناسب مع احتياجاتهم والاشياء اللي هم يعني يبونها. فبناء عليه قدرنا ان احنا نوسع من النطاق، وخصوصا انه يعني تنظيم الفعاليات يتعلق بكل شيء، فاحنا عندنا ما شاء الله يعني كوكبه من الشباب البحريني اللي يعني متميزين في مختلف المجالات، ان كان في العلاقات العامه، في التسويق، في الاعلام، فبجهودهم المشتركه وتنسيق هذه الجهود فيما بينهم قدرنا ان احنا يعني نطلع بشيء جميل ومميز. جميل، طيب شلون تحرصون على تنويع الفعاليات عشان يكون او عشان تكون جاذبه لمختلف الفئات العمريه؟ نعم طبعا هذه الله يطول بعمرك يعني هذه تحدي كبير كان يواجهنا في البدايه. احنا مجموعه من الشباب، يمكن مو بكل فئات المجتمع يعني بتكون حابه ان هي تحضر فعاليات شبابيه فقط، فاحنا لابد ان احنا ننوع في هذا النطاق. فبدايه طبعا بدينا بالجلسات الحواريه التقليديه، وحرصنا على يعني انتقاء المواضيع المهمه والمواضيع المتميزه، وطبعا الضيوف يعني هم في النهايه حجر الزاويه في نجاح الجلسات الحواريه. ولكن عقب بالاستعانة بالطاقات اللي تقدر تقدم في جوانب مختلفة، قدرنا ان احنا نقدم حتى للأطفال، قدرنا نقدم للمراهقين. جميل. قدرنا نقدم لأولياء الأمور، يعني توني أول أمس كانت عندنا جلسة حوارية متعلقة باضطرابات الطفولة، فهذه يمكن تهم أكثر أولياء الأمور، تهم الكادر التعليمي عن كيفية التعامل مع الاضطرابات النفسية عند الأطفال. فقدرنا ان احنا نتوسع، وهذا التنوع في الفعاليات اللي نقدمها لا شك انه هو بيجذب اكبر عدد من فئات الجمهور. فسالفه التنويع جدا مهمه، مو بسهله، لان احنا لازم يعني نتواصل مع جهات كثيره، نتواصل مع شخصيات كثيره، ولكن هي الاساس في نجاح عمل الفعاليات. طيب هل عندكم تعاون مع مؤسسات ثقافيه سواء داخل مملكه البحرين او خارجها؟ نعم طبعا لا شك ان نجاح الفعاليات سواء كانت جلسات حواريه او غيرها لابد ان يكون يعني يكون في تفاعل او تواصل، تعاون يعني بناء وفعال مع جهات مختلفه. فعندنا لله الحمد مثلا على سبيل المثال جلسه اول امس كانت بالتعاون مع رئاسه الامن العام لشؤون المجتمع في وزاره الداخليه، يعني اللي قدموا لنا مشكورين الدعم والمسانده والشراكه الطيبه. عندنا تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة،
عندنا كذلك تعاون كان مع هيئة البحرين للثقافة والآثار وكثير من الجهات المختلفة منها محافظة العاصمة على سبيل المثال. فلابد من هذه الشراكات المهمة اللي تبني وتعزز من دور مبادرة وفريق وهج، لأن لا شك الله يسلمك أن هذه التعاون وهذه الشراكات بتأدي لنا إحنا نقدم شيء مختلف ومميز في كل فعالية من الفعاليات، ما تكون فقط من أعضاء الفريق نفسهم ولكن من الجهات المختلفة اللي إحنا نتعاون وياهم. طيب شنو الأهداف اللي تطمحون تحققونها في المستقبل القريب؟ طبعا في كثير من الاهداف، لكن الهدف الاول تمكين الشباب البحريني. احنا لا شك شباب البحرينيين عندهم يعني من الطاقات الكثيره والقدرات المتميزه، ولكن البعض منهم ما يحصل الفرصه المناسبه، ولا الحمد الفرص كثيره ولكن البعض محتاج انطلاقه، محتاج دفع. توجيه. اي نعم. فلما يحصل هذا التوجيه ويحصل البيئه اللي تحتضنه وتعطيه صحيح. الفرصه انه هو يقدم، فالاكيد انه هو بيقدر يعني يقدم شيء جميل. طبعا يعني الشيء الثاني ان احنا نقدم محتوى مميز، والله يسلمك يمكن اليوم بعد جائحه كورونا صار التفاعل الاجتماعي بين الناس اقل، يعني صار التركيز اكثر على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، صار التفاعل اونلاين اكثر. اونلاين اكثر، ولا شك ان هذا شيء مهم. يعني احنا في اليوم مثلا نقدم يعني في التلفزيون البحرين الناس بتتابعنا على التلفزيون وعلى اليوتيوب وغيره، ولكن كذلك التفاعل الحقيقي على ارض الواقع وجها لوجه تفاعل مهم ويسهم في تعزيز المهارات، ويعني خلينا نقول تواصل فعال بين مختلف الفئات. فاحنا وايد مهم عندنا ان احنا نقدم شيء مميز، بحيث ان احنا يعني شلون انا اشجع الشخص اللي جالس في بيته ومرتاح ومروق ايبه عندي الجلسه ايبه عندي الفعاليه، لابد ان انا اقدم له شيء مميز، اقدم له شيء يشجع انه هو يحضر. وطبعا يمكن الشيء الثالث ان احنا نقدر نمكن الشباب البحريني انهم يكتشفون افاق جديده. البعض مثلا والله دارس قانون ولا دارس اداره اعمال ولا غيره، بس يمكن عنده اهتمام في مجال الاعلام، فانا شلون اقدر اطلع هذا الجانب عنده، او عنده اهتمام في مجال العلاقات العامه. فوهج تمثل بيئه حاضنه لمختلف فئات الشباب انهم يعبرون عن اهتماماتهم المختلفه. طيب اي شخص حاب انه هو ينضم لكم شلون يقدر يوصل لكم؟ نعم طبعا بالنسبه حق الفعاليات العامه اللي احنا نقدمها إن كانت جلسات أو ورش عمل فإحنا نعلن عنها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة عامة للجميع، بالعكس يعني الجميع يشرفونا. ولكن بالنسبة حق الانضمام لوهج فإحنا عندنا مسارين، مسار المتطوعين ومسار أعضاء الفريق. بالنسبة حق الانضمام فهم يقدرون طبعا يتواصلون ويانا على الانستغرام ويملون الاستمارة، وبناء عليه تم تحديد إذا هم كانوا في فريق المتطوعين أو فريق الأعضاء. وبالنسبة حق المساهمات فالمساهمات يعني مفتوحة ومتاحة للجميع، الكل يقدر يساهم باللي حاب يساهم فيه وهج بناء على الأوقات المتاحة والأماكن المتاحة. شكرا زيد على حضورك معنا اليوم، وأتمنى لك التوفيق. شكرا. وشكرا على كل اللي تقدمونه للشباب البحريني. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم باكر في نفس الموعد، مع السلامة.